قبل ما استفيض في الجزئيه الثانيه عايز اتكلم فيها، عايز اطمن بس على فريق النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين ان فريق النادي الاهلي بيستعد لمباراه الغد امام انبي بعد استئناف بطوله الدوري، وعشان النادي الاهلي يكمل مسيرته. علشان كده خليني سريعا اروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي في التتش عشان نطمن من خلاله على اخر استعدادات الفريق لمباراه الغد. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك وكل جمهور ومشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا كريم. طبعا طمنا على اخر استعدادات الفريق لمباراه بكره باذن الله. كل جمهور النادي الاهلي متشوق ان يشوف الفريق في ارضيه الملعب. اخر التطورات والاستعدادات عندك ايه؟ طبعا يعني باكد لك طبعا زميل امير، ان شاء الله باذن الله كالعاده بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه انبي غدا في تمام الساعه 8 مساء على استاد القاهره. مباراه مؤجله طبعا من اسبوع 15 من بطوله الدوري العام، والحقيقه يعني زي ما انت قلت يعني جمهور النادي الاهلي وحشه بشكل كبير جدا اللعيبه، ان هو يشوف اللعيبه، روح الفانيلا الحمراء، شخصيه النادي الاهلي، امور كثيره جدا. يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى تكون غدا هي انطلاقه جديده وقويه لفريق النادي الاهلي، منها للحفاظ على بطوله لقب الدوري العام، وايضا كمان تحطيم ارقام قياسيه جديده سواء للاعبين او لمستر ريني فايلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. النهارده طبعا يا امير زي ما انت عارف هو الختام التدريبات للاعبين، النهارده التدريب نقدر نقول حتى هذه اللحظه خلاص يعني كل اللعيبه متواجده. كان في تدريب قبل التدريب الاساسي، يعني النهارده الساعه 3:30 تحديدا كان في عربي بدر، محمد شكري، صالح جمعه، رامي ربيعه، محمود عبد المنعم، كهربا. احنا عارفين طبعا ان رامي ربيعه الطرد، صالح جمعه طبعا هي رؤيه خاصه بالجهاز الفني، محمود كهربا الايقاف مستمر معاه، محمد شكري واحد من الناشئين لفريق النادي الاهلي، هي رؤيه فنيه لمستر ريني فايلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. لكن يعني خلاص نقدر نقول لحظات بسيطه جدا ويبدا التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي في محاضره فنيه في هذه اللحظات زميلي امير لكل اللاعبين. الحقيقه الفتره اللي فاتت في شغل كبير جدا بذل من الجهاز الفني بالكامل، كابتن سعد عبد الحفيظ، ريني فايلر، كابتن سامي قمصان، الكل حاول ان هو يجهز اللعيبه، يهيئهم معنويا بشكل كبير. واللعيبه كمان زميلي امير عندها دوافع متجدده بشكل كبير جدا للمرحله القادمه، لان المرحله مهمه محتاجه ان شاء الله تكون فيها تكاتف وتلاحم كبير جدا في المباريات وايضا كمان في التدريبات. النهارده اكيد التدريب هيكون في جزء بدني بشكل بسيط جدا، لكن الجزء الخططي هو الاكبر والاهم النهارده للجهاز الفني. التركيز من خلال التدريبات الماضيه وتحديدا كمان النهارده يكون التركيز على الكرات الثابته، الكروسات، العرضيات، تمركز المدافعين في منطقه الجزاء والعكس صحيح ايضا بالنسبه لخط الهجوم، امور كثيره جدا ان شاء الله باذن الله جرعه تدريبيه مفيده لفريق النادي الاهلي. بالظبط زميلي امير زي ما انتم طبعا متابعين وكل جمهور النادي الاهلي متابع، ان شاء الله النهارده تكون التدريبات فيها استفاده كبيره جدا للاعبين، وايضا كمان ما يبقاش في اي معوقات اصابات او كدمات للاعيبه النادي الاهلي. طيب كريم خليني اطمن تحديدا على جزئيه الاصابات. ليه؟ لان احنا عندنا اصابات يعني هتاخد وقت طويل شويه، لسه الميعاد عودتهم للتدريبات ومن ثم المباريات هياخدوا لسه وقت شويه، واصابات ممكن يلحقوا يشاركوا في مباراه انبي. فانا تحديدا عايز اسال عن احمد الشيخ، حمدي فتحي، وايمن اشرف كجزء اولاني في ملف الاصابات. يا كريم اخر التطورات بالنسبه لهم ايه؟ اكيد طبعا يعني حابين نطمن كل جماهير النادي الاهلي من خلالك على كل اللاعبين، وتحديدا طبعا ابدا معاك بايمن اشرف اللي تعرض ليه كدمه قويه جدا في التدريبات، لكن بالجديه وبالرجوله وبالعزيمه اللي احنا عارفينها على لعيبه النادي الاهلي، اي لعيب امير طبعا خلال الفتره اللي جايه لابد يكون في تحامل كبير جدا على نفسه. لابد اللعيبه تكون جاهزه بدنيا وايضا كمان يعني ذهنيا بشكل كبير جدا، لكن الحماس الكبير والكدمات الكبيره دي تدل على ان في حماس وفي اصرار وفي جديه طبعا كبيره جدا في المستطيل الاخضر، وده هدف كبير يدل على اللعيبه عايزه ترجع من جديد، عايزه تسعد جمهور النادي الاهلي. فاكيد طبعا ايمن اشرف باكد لك وباكد لكل جمهور النادي الاهلي ان ايمن اشرف هيكون متواجد في القائمه وفي التشكيله الاساسي ان شاء الله بعد اعلان جاهزيته امس، والنهارده كمان ان شاء الله يكون تدريب موفق لايمن اشرف. كمان يمكن حمدي فتحي عايز اتكلم عليه كمان. حمدي فتحي النهارده يعني هيشارك في التدريب، لكن باكد لك امير حمدي فتحي متواجد في القائمه، هي رؤيه فنيه طبعا لمستر ريني فايلر المدير الفني ان هو يكون متواجد في دكه البدلاء او في التشكيل الاساسي او يخرج بره السكور شيت بشكل عام، لكن هيكون متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي لمباراه انبي. كمان عايز اكد لك كمان على محمود وحيد، يعني محمود وحيد كمان الكدمه اللي كانت يعني اثرت عليه بشكل كبير في وجه القدم، النهارده هيكون متواجد وامس كان متواجد وادى بشكل كبير جدا. يتبقى احمد الشيخ اللي الكدمه ايضا كمان يعني اثرت عليه بشكل كبير، ويمكن كان ليه حديث سريع مع طبيب النادي الاهلي الدكتور خالد محمود، قال يعني نقدر نقول عنده الكدمه 10% يعني المها 10%، فان شاء الله باذن الله مع التدريب النهارده يؤدي تدريب مميز ودخوله في القائمه ان شاء الله هيبان عقب انتهاء التدريب بشكل كامل. لكن كل اللعيبه بقى بغض النظر عن اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عليها، كل اللعيبه جاهزه بدنيا فنيا ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. طيب اخيرا يا كريم وسريعا،
عايز اطمن على القايمه، القايمه هتبقى كام لعيب وخصوصا في ظل تواجد عدد كبير من التبديلات، 5 تبديلات في كل مباراه، فعايز في اجاز كده اخر الامور بتتعلق بعدد اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين في قايمه النادي الاهلي واستعدادات النادي الاهلي كمان الاداريه او التنظيميه لمباراه الغد. سريعا طبعا يعني اقدر اقول لك كالعاده كان بيبقى السكور شيت 18 11 في الملعب و7 على دكه البدلاء، لكن مع الظرف الاستثنائي ومع الموسم الاستثنائي اللي احنا فيه هتكون قائمه النادي الاهلي او القائمه بشكل عام في بطوله الدوري العام هي 20 لاعب، 7 على دكه البدلاء منهم 5 تغييرات طبعا زي ما احنا عارفين و11 لاعب في الملعب. الجانب الاخر طبعا وهو الجانب التنظيمي والجانب الخاص بالاجراءات الاحترازيه، انت عارف ان النادي الاهلي هو منظم هذه المباراه بكونها طبعا مباراه النادي الاهلي، معروف عن النادي الاهلي داخل كل المقرات الاجراءات الاحترازيه بتنفذ بكل دقه ومشدده بشكل كبير جدا. داخل استاد القاهره الامر هيكون مختلف، هيكون في اجراءات احترازيه على اعلى مستوى، هيكون في 60 فرد من امن النادي الاهلي متواجد في كافه ارجاء طبعا استاد القاهره لتنفيذ الخطه الموضوعه سواء من وزارتي الصحه والشباب والرياضه وتنفيذا ايضا كمان لاتحاد الكره. ان شاء الله باذن الله امير كل التمنيات لفريق النادي الاهلي يعود لسلسله الانتصارات وتكون اول 3 نقاط ان شاء الله مع فريق ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره وطمنا من خلاله على كل الاستعدادات بتتعلق بفريق النادي الاهلي لمباراه الغد، واحنا عارفين طبعا ان الاهلي بيستعد لهذه المباراه في ظل تشوق وانتظار كبير جدا من جمهور النادي الاهلي لرؤيه الفريق مره اخرى بعد فتره كبيره من الغياب بسبب تفشي فيروس كورونا.